أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.